السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معكم محمد من قناة الاختراع المصري. اولا احب اشكر جميع المشتركين معي على اليوتيوب ومتابعيني اول باول. ثانيا قبل ما نبدأ فيديو النهاردة احب افكركم بالمسابقة اللي انا عاملها. المسابقة يا جماعة عبارة عن تشجيع المشتركين معي ومتابعيني اول باول، وهي انك تعمل لايك للفيديو وتعمل شير وتشترك معايا على القناة، ولو مش مشترك على القناة اشترك دلوقتي، وطبعا تعمل تعليق، اي تعليق نفسك فيه تقوله، واهم حاجة تقول في التعليق تم، كلمة تم، لان ده التعليق ده الوحيد اللي انا هقدر اجيبك منه. طبعا الجوائز زي ما حضراتكم شايفين، سماعة بلوتوث بيتس وساعة اندرويد زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ساعات اندرويد بكاميرا، وساعة ايفون برضو بكاميرا. زي ما قلت لحضراتكم، شروط المسابقة انك تشترك معايا في القناة وتعمل لايك للفيديو وشير وتقول تعليق اي تعليق نفسك فيه تقوله، وتكتب في التعليق عمل تم، تكتب تم، كلمة تم. طيب، وزي ما قلت لحضراتكم، لو انت من مصر هنبعت لك الجايزة عن طريق البريد المصري، ولو خارج مصر هنبعتها لك عن طريق شركة شحن، تمام؟ والفائز هنعلن عنه بعد 3 ايام من رفع الفيديو، يعني الفيديو لو اترفع النهارده بعد 3 ايام باذن الله هنعلن عن الفائز. هننزل فيديو مخصص للفائز تقدر تشوفه باذن الله رب العالمين بعد 3 ايام من نشر الفيديو ده. فيديو النهارده هنعمل فيه مع بعض تجربه ممتعه قوي باستخدام سلاكات السنان دي اللي هي الخشب. هنحتاج لخمسه، يكونوا قد بعض بالظبط. لو في واحدة صغيرة زي كده نشيلها ونجيب واحدة تانية. تمام، بعد كده هنيجي نص العصاية بالظبط كده ونكسرها زي كده. نص بالظبط، وكده يكون عندنا الخمسة بالمنظر ده. طيب هنعمل زي نظام نجمة كده، نلزقهم في بعض كده. وبكده يكون عندنا النجمة بالمنظر حضرتك شايفينه ده. طيب هنحتاج لحقنة او شاليمو زي كده نملاها مية. بعد ما نملاها مية نقفلها بالصابع كده المنظر ده. بعد كده نحط نقطتين مية هنا، نستمتع مع بعض بالنجمة وهي بتفتح. زي ما حضراتكم شايفين عمالة تفتح.
اتمنى ان الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع. طبعا لو عجبك ما تنساش عمل لايك للفيديو والاشتراك معايا، وما تنساش المسابقه وشروط المسابقه، وما تنساش عمل تم في تعليق عشان اقدر اوصل لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.